السلام عليكم الاخوه والاخوات، نتمنى تكون اموركم كامله على خير ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم الدرس الاول اللي عنده علاقه بالسلسله ديال لي كور دو غرامير اللي وعدتكم بها. بيان سور ان شاء الله غيكون هذا الشيء عنده علاقه بلو نيفو انترميديير، يعني المستوى المتوسط، الناس اللي عندهم يعني كيعرفوا كلمات، كيعرفوا الحروف، كيعرفوا يقراوا دي تيكست، وانما ما تيفهموش مزيان مثلا لا لونغ فرونسيز، او لا ما كيقدروش انهم يتواصلوا باللغه، يعني ما كيعرفوش كيفاش يركبوا جمله او لا كيفاش يكتبوا جمله صحيحه بالفرنسيه. لهذا ان شاء الله في اليوم غيكون عندنا الدرس الاول اللي هو كومون سو بريزونتي، يعني باش نتعرفوا على الطريقه اللي تسمح لنا اننا نكونوا واحد لا بريزونطاسيون بيرسونيل، او لا اننا نقدروا نتواصلوا مع شخص اخر ان شاء الله لما لا. اذا نتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وباش نبداو ان شاء الله ابقوا معنا بعد الفاصل ان شاء الله. اذا اخواني اخواتي، بالنسبه للدرس الاول في هذه السلسله عندنا لو تيتر هو كومون سو بريزونتي. ولا جينا نشوفوا هاد كومون سو بريزونتي اشنو هي ديجا، سي اون كيستيون، يعني سؤال. شنو هما لي زيليمون اللي عندهم علاقه بلا كيستيون اللي كيبينوا انها سي اون كيستيون. عندنا كومون وعندنا هنا ان بوين دانتيروغاسيون. اذا شنو هي كومون؟ كومون هي كيفاش او لا كيف باللغه العربيه الفصحى. وما بين هاد لي دو زيليمون اللي سطرت عليهم بالاحمر عندنا سو بريزونتي. اذا غناخد سو بريزونتي غنكتبو هنا وغادي نشرحو اشنو غادي نديرو هنايا. فوالا غادي نديرو سو بريزونتي. فوالا علاش كتبتو تما؟ غير باش نبين لكم على انه في اللغه الفرنسيه عندنا سو بريزونتي وعندنا عاوتاني بريزونتي. يعني بلا سو ça veut dire parfois quand on a une phrase qu'est-ce qu'on fait à se présenter il y a ni le verbe msarraf ou parfois quand on a présenté mais fait à se msarraf il y a ni hadi عندها معنى ou hadi عندها معنى اخر مختلف. هنا ملي كنهضروا على se présenter هذا هو النوع اللي كنسميوه un verbe pronominal. شنو هي un verbe pronominal؟ هو اللي كيكون عنده un pronom في الاول عاد le verbe، هو هذا le pronom. دونك كتكون عندك مثلا سو بريزونتي او لا شي حاجه اخرى بحال مثلا سو لافي ايتترا، داكوغ؟ بارفوا كتكون اس ابوستروف ايتترا. هنا عندنا ان فيرب ماشي برونومينال و فوالا، دونك ما فيهش سو، دونك ماشي برونومينال. غادي نحاولوا اننا نشوفوا كيفاش نقدروا اولا نديروا لهم لا كونجيغيزون. لا كونجيغيزون كتكون بيان سور سامبل بالنسبه اللي ما عارفينهاش بطبيعه الحال، باش غادي ندخلوا في لو كور ديالنا. اذا سو بريزونتي اخواني اخواتي، اولا كنحطوا لي برونون سوجي. لي برونون سوجي هما دوك الضمائر، دونك غادي نجي غنكتبهم. عندي هنايا جو، غادي نحط تو، نحطها بالمينيسكول. عندي ايل او بيان ال بحال بحال، عندي نو، عندي فو، وعندي ايل افيك اس او لا ال افيك اس. بيان سور كاينه او ان هنا كتكون معاهم، غادي نديرها هنا في الاول. نقدروا نهضروا على ابخي لان بارفوا عندها بعض المرات كتعني نو، بعض المرات كتعني ان انكونو ايتترا. المهم نهضروا على ابخي ان شاء الله في ان اوتر كور. ليسونسييل دابا غنمشيو نشوفوا حنايا هاد سو. دابا انا غنصرف هاد لو فيرب في البريزون لان هو لو طون اللي كنستعملوه بزاف. اذا هاد لو برونون سو كيفاش كيولي كيتحول عندي في لا كونجيكزون كامله مع لي برونون سوجي؟ لما تنبغي ندير نحط سو مع جو كتولي مو. فوالا هاد سو كتولي مو مع جو، مع تو كتولي تو، مع ايل ال هادي قلنا نهضروا على ابخي ان شاء الله، داكوغ؟ دونك نهضر على هادو اللي باينين. ايل ال كنديرو سو، مع نو كتعطيني نو، كتعطيني نو. داكشي اش كتلقاو بارفوا في دي فراز اون فرونسي كتلقاو نو نو، داكوغ؟ حتى مع فو كتعطيني فو، كنلقاو فو فو، فوالا، دونك سي لا ميم شوز. ومع ايل ال كتعطيني سو، فوالا. دونك تنقولو جو مو، تو تو، ايل سو، نو نو، فو فو، ايل سو، داكوغ؟ وبيان ال سو دو فيمينا. دابا وصلنا لو فيرب بريزونتي.
Alors, le verbe présenté, هذا اللي بقى لي هنا هو اللي غادي ندير ليه la conjugaison qui تسمى un verbe régulier. شنو كتعني un verbe régulier؟ كنعطيكم دوك لي مو تكنيك اللي غنبداو نستعملو غنبداو نهضرو بهم داكوغ باش منين تكونوا متبعين معايا اللي يتبع معايا غيولي كيفهمني شنو كنقول ابخي. دونك راه الدرس الاول راه مهم غنبقاو غادي نحسيت اون سيري ميمكنش واحد يجي من السيري 6 وغيبغي يتبع تبع معايا من الاول. دونك عندنا سو بريزونتي غادي نجي لهنا غادي نحيد هاد او ار هذيك هي ديك لا فينال اللي كنحيدوها باش كنعوضوها باش بلي تيرمينيزون فوالا نحيدوها وكنعوضوها بلي تيرمينيزون اللي كيسمو لي ديزينونس اللي هما او او اس او ايتترا. بون لما انا كنحيد او ار اشنو كيبقى ليا؟ تيبقى ليا هذا هاد لا بارتي هادي داك سونك داك او ار هادي كتسمى لو راديكال. دونك هذيك لا بارتي كتسمى لو راديكال اي داك لا بارتي اللي يعني الاصل ديال لو فيرب اللي كيبقى غيبقى عندي انا في هاد لا كونجيغيزون هادي. دونك غادي نهبطو هنايا كيف ما هو حتى لحد الطي وكنحبس وغنبقى نعاودو هو نيت غادي نعاود نكتبو هنا ونكتبو هنا ونكتبو هنا ونكتبو هنا ونكتبو هنا. اذا فين كيكون الاختلاف؟ تيكون غير لما تنعوض انا هاد او ار بشي حاجه في الاخر. الوغ مع جو كندير او مع تو كنحط او اس مع ايل ال كنحط او مع نو كنديرو او ان اس مع فو كنديرو او زد مع ايل و ال ديال البلوريال كنديرو او ان تي. دابا ليش وصلنا؟ وصلنا للنطق كيفاش كنقدروا ننطقوا هاد لو فيرب كونجوغي او بريزون دو لانديكاتيف داكوغ افيك لي برونون سوجي. اذا تنقولوا je me présente, tu te présentes, il se présente. لاحظ معايا présente avec les trois personnes du singulier كتنطق بحال بحال. ça veut dire هنا عندي في la finale e وهنا عندي es وهنا عندي e راه النطق c'est la même chose لان اصلا هاد الاس هادي سي اون مارك غرافيك يعني هي غير باش كتبين ان ديك es راه عندها علاقه بانت او لانتي. اما في النطق راه او يعني صافي انا لا ديرنيغ ليتر اللي غادي ننطق هي تي هي هاد لا كونسون هادي. اذا تنقول جو مو بريزونت تو تو بريزونت ايل سو بريزونت افيك لو فيمينان كنحاول نفتح شويه كنقول ال سو بريزونت نفرق ما بين اي و اي حيت عندي هنا اي وهنا عندي او دونك تقرا اي دونك ايل سو بريزونت ال سو بريزونت. بالنسبه لنو اش كنقول؟ تنقول نو نو présentons يعني هادي كتعطيني النطق ديال اون اون نو نو présentons. هنا غتعطيني vous vous présentez دونك e z كتقرا اي vous vous présentez اي في الاخرانيه هنا e n t ما غنطقهاش غادي نقول il se présente بحال je وبحال tu بحال il و elle se présente. اذا شنو فهمنا حنا؟ شنو فهمنا؟ فهمنا انه في النطق ديال لو فيرب عندك هادي وهادي 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 راه نفس النطق بريزونت 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 بريزونت. دونك جو مو بريزونت الاول تو تو بريزونت ثاني ايل سو بريزونت ثالث ايل سو بريزونت الاخر ما كاينش مشكل. فين كاين اذا النطق ديال داك لو موفمون تيتخلق عندي في الاخر هو مع نو اي فو تنقول نو بريزونتون nous nous présentons, c'est un verbe pronominal, vous vous présentez. Donc voilà, donc c'est comme ça, la conjugaison, on dit le verbe. Binsbel présenter, c'est la même chose. Rhad se, bimenna makeinesh, hna, se, hna makeinesh, idem, had me te se nouveau se maratkunch. Chnouradin jindir, ransraf le verbe présenter, renhid li er, bhlidatman, hat li terminaison, ou radim kansemel je, ma le verbe. Tu مع لو فيرب ايتترا نقول جو بريزونت ما كايناش مو لان سو ما كايناش ما عنديش خصني تكون عندي سو باش نعوضها بمو ما عنديش. دونك نقول جو بريزونت tu présentes il présente nous présentons vous présentez il présente elle présente. دابا شنو هو الفرق يعني في لو سونس اشنو كيعني هذا وشنو كيعني الاخر؟ جو مو بريزونت انا اقدم نفسي تنقدر بحال دابا الا بغيت نعطي لا بريزونطاسيون بيرسونيل ديالي بغيت نقولها اورالمون نقدر نقول جو مو بريزونت نقدم راسي
D'accord? Tu te présentes, انت كتقدم راسك. Il se présente, هو كيقدم راسو. Elle se présente, هي كتقدم راسها. Nous nous présentons. حنا كنقدموا راسنا. Vous vous présentez. نتوما كتقدموا راسكم. Il se présente, elle se présente. هم يقدمون انفسهم. هن يقدمن انفسهن. المهم. هنا لا. هنا ما غاديش هذا سي ان سوجي هذا اوتر شوز. الوغ هنا عندي بريزونتي هي كنقدم شي حاجه اولا كنقدم شي حد لشي حد مثلا بحال دابا نقدر نقول لكم مثلا جو بريزونت ان ديكسيونير انا اقدم قاموسا جو بريزونت ان ديكسيونير كنقدم شي حاجه شنو هي حيت ما يمكنش تقول لها انا اقدم شنو كمل لي الجمله انا اقدم ماذا Je présente un dictionnaire. واحد القاموس هو هذا. أو لا نقدر نقول كذلك Je présente Karim à Amin. يعني أنا كنقدم كريم لأمين. أنا كن je présente Salim à Mouad. Donc كنقدم سليم إلى Mouad. مثلا. Donc c'est ça. هذه هي la différence. إذن خصنا نعرفوا حنا شنو كنقولوا وشنو خصنا نستعملوا. إذن بالنسبة لهنا comment se présenter ما نقدرش انا نكتب هنا comment présenter نحيد سو شنو غتولي الا قلت comment présenter غادي تعني ليا كيفاش كيف اقدم شنو خصك تكمل ليا الجمله كيف اقدم ما فهمتش تقدر تكتب مثلا بحال دابا نقدر نقولوا comment présenter un projet كيفاش تقدم واحد المشروع وي كتبها كسؤال كيف اقدم مشروعا اذا خصك انت تشرح ليا كيفاش انا نقدمه داكوغ اما هذيك اما كومون سو بريزونتي هاد سو ديجا كتعود على الشخص يعني كيف اقدم نفسي او لا الاخر كيفاش يقدم نفسه ايتترا حنا شدينا هاد لو فيرب راه صرفناه هنايا دابا نتوما راكم شفتوا لا كونجيغيزون اذا دابا نحاول نشرح لك لو تيتغ باش تفهم ماشي نبقاو نكتبوا ونزيدوا نو خصنا نفهموا اذا دابا غادي نمسح هذا الشيء وغادي ندخل في لو كور ديالي اللي هو عنده علاقه لو نون لو برينون ايتترا اذا غنمسحوا هذا الشيء هذا بالنسبه للناس اللي بغاو ينوطيو هذا الشيء هذا مزيان انك تنوطي ما غادير حتى حاجه غادير بوز للفيديو وغادي تنوطي وتكمل معايا إذن إخواني أخواتي الآن غادي نشوفوا أول نقطة عندنا في هذا الكور اللي هي نون اي برينون فوالا نون اي برينون كيف ما تشوفوا نون عندنا ان او ام ماشي ان او ان ان او ان هي نون هذه نون يعني الاسم العائلي برينون الاسم الشخصي داكوغ دونك دابا بغينا نسولو شي واحد نقولو له شنو الاسم ديالك شنو سميتك بيان سور عندنا واحد السؤال اللي هو مشهور كنا كنعرفوه اللي هو كومون تو تابيل غنكتبو كومون تو تابيل ونهضرو عليها فوالا كومون تو تابيل دابا الى سولتكم في هذا السؤال هذا قلت لكم شنو هو لو فيرب اللي مصرف في هاد لا كيستيون C'est normal, le verbe ma gadi chikoun hada ou ma gadi chikoun hada. Hada c'est le pronom sujet. Ou hna andi t'appelle. C'est ça le verbe, ou t'appelle. Galiban, galiban, lma tansoul chi wahed tngoul li comment tu t'appelles, chna wa le verbe li stamelna, tqoul lik appeler. Ce n'est pas appeler. C'est le verbe s'appeler, lanna had t' apostrophe menin jat. C'est le pronom s apostrophe. اللي ملاصق مع ابولي اذا سابولي غنكتبوه هنا فوالا دونك سي سا سابولي نورمالمون سابولي كانت كتكتب على هذا الشكل سو ابولي سو ابولي وعلاش حنايا ولينا كنكتبوها بهذه الطريقه اللي هي سابولي لان عندي هنا او سي اون فويل اي ا سي اون فويل Donc, هادي voyelle aspirée ou هادي voyelle aspirée. Aspirée, يعني كنخرجها من طوقة. Donc, نقول se appeler. Alors, se مع a, deux voyelles, غيخلقوا لي un problème في la prononciation, في la communication ديالي. Se appeler, se a, se a, se a. Ça ne marche pas. Donc, شنو كنقول؟ كنحاول أنني نحيد هاديك الـ e. هادي كنحيدها, كنعوضها بأبوستروف, كتولي s'appeler.
ça, شي مشكل. Donc s'appeler. Alors la conjugaison ديال هذا لو فيرب كيفاش كنديروا ليها؟ علاش نهضروا على لا كونجوغيزون الاخوان؟ لان راه الا بغيتي تكتب راه لا فراز اون فرونسي تحتاج ان فيرب. Alors هذاك لو فيرب سنصرفوه مزيان. اذا s'appeler بغينا نصرفوه اشنو خصنا نديروا له؟ غنحطوا هنايا لو برونون سوجي اللي هو جو. عندي tu, عندي il, elle, nous, vous, il avec s, elle avec s. إذن بما أنني أنا هنا عندي s apostrophe, إذن فيما غتكون عندي e في لافا فهاديك me, te, se فيما كاينه e غنعاودها في apostrophe لأن دائما غتلقى لي مع a لما غنصرف لو فيرب. إذن هنا قلنا هذه غتولي me اللي غتولي غير m apostrophe. الأو غنحيدها لأنها مازال غتلقى مع أ. هنا عاوتاني تي أبوستروف، هنا إس أبوستروف، هنا كتبقى ليا نو كما هي، ما عندهاش أو في الآخر، هنا فو حتى هي تبقى كما هي، وهنا غادي ندير إس أبوستروف. دابا شنو خصني ندير؟ تهنيت من إس أبوستروف، بقات لي أبولي، إذا أبولي شنو غادي ندير ليها؟ غنحاول نشرحها لكم دابا حيت باش تعرفوا واحد القضية، هاد لاسيري اللي كنهضر عليها دابا ديال اليوم، غتكون عندنا واحد لاسيري وحدة أخرى. خاصة غير بلا كونجيكيزون. دابا هذا سي لي كور دو غرامير، نهضروا على لي زادجيكتيف، على لي برونون، على بزاف ديال الامور. وغتكون عندنا كونجيكيزون، كونجيكيزون نخدموا على دي فيرب ونحاولوا نوظفهم في جمل وكذا، ونشوفوا لا كونجيكيزون ديالهم اتسيتيرا، نعرفوا لي طون اي لي مود. بحال دابا فوقاش كنستعملوا البريزون سي تري بيان. اذا واحد لا ميثود غادي نشرحها لكم دابا، غنحاول نخدمها معكم في فوالا في لا سيري ديال لا كونجيكيزون. غادي نحاول نشرحها هنا، نخليو ناخذ غير داك ابولي لان هذا ساليت معاه، بقى لي غير ابولي. غنحاول نكتب ابولي هنا ياك. هذا عنده دو غاديكو. قبيله شنو قلت لكم؟ قلت لكم هضرنا على غاديكال. شنو هو غاديكال؟ هو لما تنحيد او ار. دابا نحيدتها، بقى ليا بقات لي ابيل. ها هي الوغ هاد ابيل هي سي لو غاديكال، يعني داك لا بارتي اللي كتسمى الاصليه ديال لو فيرب اللي غتبقى عندي غاد ما كنخدم بها. دونك هي ابيل، هاد او ار مشات في حالها صافي سالينا منها. اذا شنو تندير؟ تنقول ان هذا راه ما عندوش غير غاديكال واحد، عنده جوج، يعني الاول اللي هو قدامنا وعنده واحد اخر غنستخرجو حنا. غادي ندير هنا دو فليش، غادي نخلي نكتب الفوقاني هنا الاول اللي هو هذا ابيل، هذا غنكتبو هنا وخصني الثاني. دابا الثاني شنو كندير باش نجيب الثاني؟ خصني نخلق شي موديفيكاسيون في هذا، هي انني غندوبل هذا ال، غندوبل ال. دونك لما غادي ندوبل ال غنعاود نكتبو لتحت هنايا فوالا كما كتشوفوا هو هذا، وغادي ندوبل ال غنحطها هنايا. دابا اش غادي نديرو بهاد الجوج؟ هاد الاول اللي فيه ال وحده كنديروه مع نو لي 4 اي فو لي 5. نكتب الارقام، علاش؟ ها هي الرابعه والخامسه، هذه راه واحد، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، السادسه. دونك هذا تنديرو مع 4 5، وهذا اللي فيه دوبل ال كنديرو مع جو تو ايل ايل افيك اس، 1 2 3 6. سا فو دير اون يوتيليز لو دوزيام راديكال avec les trois personnes du singulier et la troisième personne du pluriel. Par contre, le premier radical avec la première et la deuxième personne du pluriel. D'accord? Donc, غادي نحاول نحط كل راديكال، d'accord؟ نحط كل راديكال à sa place. عندي هذا الاول اللي فيه ال وحده، غنكتبوه هنا. قلنا مع 4 و5، ها 4 ها 5 غنجري غننقلو، ها هو ال وحده، وهذا ال وحده. اش بقى لي دابا؟ بقى لي هذا اللي فيه دوبل ال مع من؟ 1 2 3 6، يعني لو غيست الباقي غنكتبو في هادو كاملين فيه دوبل. وغنقول لكم علاش بيان سور، باش نعرفو، ماشي غير نكتبو وصافي، نو، نكتبو واحد الحاجه حنا فاهمينها، ماشي غير نقول تكون في القسم تبقى غير كتنقل. ملي تجي تبريباري كتلقى راسك ما فاهم والو، شو تبريباري؟ بقات في النقيل.
الفهم هو كل شيء، تقدر تنقلها غلطه وتمشي للدار تقول اه نقلتها غلطه، حيت انت فاهمها غتصلح راسك، انت تكون استاذ راسك. المهم نرجعوا الوغ شنو قلنا هنا. دابا هنا عندي جو مابيل تو تابيل إل سابيل إتسيتيرا، قلنا اننا درنا دوبل ال. علاش درنا دوبل ال؟ ها علاش؟ في اللغه الفرنسيه لما تكون عندي او داكوغ متبوعه يعني من موراها كيجيو شنو واحد لا كونسون دوبلي، كونسون دوبلي يعني واحد لا كونسون مدوبلا. عارفين لي كونسون؟ لي كونسون هنهضر عليهم في السيري ديال صحاب ا بي سي. المهم لي كونسون هما من غير لي فويل. شنو هما لي فويل؟ لي فويل هما ا او اي او يو اي غريك، هادوك سمو لي فويل هما الحركات ا او اي او بحال الفتحه الضمه الكسره. حنا عندنا تخوا قادين بهم الغرض، هما عندهم سته اللي هما ا او اي او يو اي داكور. دونك هاد يو جيمي واحد لا لونغ غولواز. المهم من غيرهم كيتسموا لي كونسون يعني كيتسموا الحروف الساكنه سي ك ل، دونك هي ال تعطيني ل، م اللي هي ام ن، دونك فوالا سو سون دي كونسون ام ان ك في ار ايتترا. الا كانت عندي شي كونسون مدوبله الاو كتقرا اي، ما غتقراش او غتقرا اي وما محتاجاش اكسون، هي غتقرا اي بحالاش مجهود ان افور ان افور. دونك عندي هنا شنو افور، هذا سي افور، ها هي او. علاش ما قلتش او فور؟ ما يمكنش لان عندي هنا الاف مدوبله، لما كتكون عندي الحرف اللي هو كونسون مدوبل الاو كتقرا اي داكوغ. دونك هذا سي ان اكزومبل ان افور. مثلا نعطيكم من غير هاد ان افور نعطيكم ان فيرب بحال لو فيرب متر. بغيت نقول شي واحد مثلا الله يخليك حط لو ستيلو فوق لا طابل، دونك نهضر معاه فو. دونك فو غادي تكون في الامبيراتيف، غادي نقول ليه ميتي فوالا او زد ميتي لو ستيلو سور لا طابل سيل فو بلي s'il vous plaît كملوها نتوما. دونك ميتي الوغ عندي او. علاش هنا ما قلتش موتي موتي؟ حيت عندي هنا تي سي اون كونسون مدوبله، دونك الاو هنا في هذه الحاله ما غتحتاجش اكسون لان الاكسون كتخلي او تقرا اي، ولكن ماشي دائما او كندير لها اي باش تقرا اي بارفو. هاد لي ريغل كاين بزاف، ما كاينش غير هادشي، هذا هادو في لي كور دو غرامير غنشوفهم. فوقاش الاو كتقرا اي بلا اكسون، لما كتكون سي تي عاوتاني سي تي بحال سبيكتاكل، لما كتكون عاوتاني اس تي بحال لو فيرب غيستي ايل غيست، ما محتاجينش اكسون داكوغ. دونك هادو غنشوفوهم ان شاء الله مع لي كور دو غرامير بوتي ا بوتي. اذا هادشي علاش بغيت نقول لكم هنا اننا عندنا سابولي، هنايا عندنا دوبل ال باش هاد الاو تقرا اي جو مابيل. هنا كذلك محتاجينها تقرا تو تابيل، درنا دوبل ال. هنا عاوتاني غتقرا il s'appelle او لا ال s'appelle avec le féminin. هنا ما درناهاش، علاش ما درناهاش في نظركم؟ ها علاش؟ لان هاد لا هاد لا تيرمينيزون او ان اس وهاد او زد عاوتاني كننطقهم، الاخرين ما كننطقهمش. هاد او او اس او او ان تي ما كننطقهمش، تنقول جو مابيل tu t'appelles il s'appelle il s'appelle صافي. هنا كنطقو تنقولو اون، دونك كتولي نو نو زابولون. هنا غنقول فو فو زابولي، دونك تنطق الاو ان اس وكنطق او زد داكوغ. دونك في هادو ما غاديش نحتاج ندير دوبل ال. علاش؟ تخيلوا معايا دابا انا غادي نزيد ال هنا، شنو غتولي كتقرا دابا او؟ غتولي كتقرا اي. كي غتولي كتنطق دابا هاد هاد الجمله غتقرا نو نو زابيلون. شنو حسن نو نو زابيلون اولا نو نو زابيلون؟ سا مارش با. اذا شنو غادي نديرو؟ ما غاديش نديرو هاد الخدمه هادي، حيد عليا هاد ال ال وخليها غاده خفيفه نو نو زابيلون.
peu lent. ماشي بيلون. داكور؟ حيت مازال غنطق اون غتخنق ليا اللي قبل. دونك ملي كيكون بحال بعد كاين داك الحركه ما بين لي فوايل، شنو قبل من لا كونسون شنو من بعد، هادشي كيدخل شويه في لي ريغل ديال لا فونيتيك وتسيتيرا، لا فونولوجي تسيتيرا، غنقدروا نهضروا على هاد الامور هادي. دونك فوالا هادي هي لا كونجيغيزون. كنديروا ال وحده غير مع نو اي فو، تقولوا نو نو زابلون فو فو زابلي. هنا لاحظتوا كنقول نو نو زا، كنزيدوا واحد لو زي واحد زد هنا في النطق ماشي في الكتابه، غير في النطق غير باش كنسهل، ما نقولش نو نو ابلون، نو نو ابلي، نو نو زابلون. كتسمى لا ليزون، تندير لا ليزون يعني بهذيك لا لتر اللي هي زد غير في النطق، برونونسياسيون كتسمى لا ليزون. بحال كنربط لا لتر اس مع لا فوايل اللي من موراها باش كنسهل النطق على راسي. لا ليزون، لي اي، لي اي هي ليزون. المهم اذا حنا شرحنا هذا الشيء، تقدروا ديروا بوز لا فيديو الا بغيتوا تنوطيو هذه المعلومات. دابا انا غادي ندخل في يعني في لا ريبونس ايتترا، نشوف كيفاش نجاوبوا على هذا الشيء. نمسح انا هذا الشيء دابا. Alors, لما تنقولوا comment tu t'appelles، واش حنا ديما غنقولوا tu؟ دابا tu تنقولوها لمن شي واحد مثلا، مثلا tu كنقدروا نقولوها مع شي واحد اللي هو امي، ولا نقدروا نقولوا مع شي واحد اللي يعني بيني وبينه بحال الدراري الصغار في المدرسه، يعني دي زامي في المدرسه ولا كيقراو في نفس القسم باقيين صغار يقول ليه tu، يعني ما بيناش نقول داك فو. ولا واش دابا تشوف دري عنده 6 سنين غيقول واحد عنده 6 سنين فو؟ دونك يقول لك كومون تي تابيل، غير هضر معاه بشي عادي. دابا حنا كنهضروا مع كنستعملوا واحد البرونون سوجي اخر اللي هو فو، كنكتب هنا فو. ما عم تنستعملوا فو، كنستعملوا مع شي واحد تنحترموه بحال دابا مثلا شي ان بروفيسور، ان ديريكتور، ان ريسبونسابل فواحد لا سوسيتي، بغيت نمشي ندوز ستاج تنهضر معاه فو باش نكون بروفيسيونيل. وكاين فو عاوتاني كنستعملوه مع شي واحد اللي ما كنعرفوش، ولو ما يكونش مدير وماشي دار، ما عندناش علاقه حنا بهو شنو كيدير في الحياه. ليسونسي اننا هو بيناتنا وبينه واحد لا ديستانس، واحد يعني ما عنديش معاه واحد العلاقه. دونك باش نعبر على الاحترام لهذا السيد هذا نهضر معاه فو، داكوغ بالتعبير باش بوغ مونتري لا بوليتيس. دونك عندي هنا كنستعمل فو. الوغ الا استعملت فو كيفاش غيولي الفيرب كونجوغي؟ شفنا لا كونجوغيزون قبيله، نقولوا كومون فو وهاد تي ابوستروف حتى هي غتكون فو، وهنايا ما غاديش ندير دوبل ال، ندير ال وحده غتولي ابولي فيها ال وحده او زد. اذا شنو فهمنا؟ فهمنا اننا كنقدروا نقولوا اما كومون تي تابيل، اولا كومون فو فو زابولي، فو فو زابولي لا ليزون دو زد. دابا الا بغيت نجاوب غنحتفظ بلو في لا ريبونس بلو ميم فيرب سابولي، غنصرفو في جوج لانني غنجاوب دابا. دونك لا ريبونس هنايا، دونك لا ريبونس هنايا كتولي هي جو مابيل. لما تتقول جو مابيل كتقدر تعطي لو نو اسم ديالك العائلي، تقدر تعطي الاسم الشخصي، تقدر تعطي اسم ديالك العائلي والشخصي على حسب انت مع من تتهضر. داكوغ؟ دونك مثلا نعطيو ان اكزومبل، نديرو شي مثال، ما عرفتش انا نديرو سميتي باش نخرج، نقدر نعطي سميه وكنيه ونطيح في شي واحد. دونك غندير جو مابيل ونعطي السميه ديالي وكنيه ديالي. دونك هنا كل واحد فيكم يكتب سميتو وكنيتو. الوغ الكنيه اللي هي لو نو كنكتبوها كلها ماجيسكول، يعني كلها الحروف كلهم تيتكتبو كبار. دونك غنكتب مثلا جو مابيل وغنحط F كبيرة، L كبيرة، A كبيرة، L كبيرة، A كبيرة، T، T. هذا سي لو نو، داكوغ؟ فالات. لو برينو F كبيرة، دابا في البرينو كنديرو غير الحرف الأول اللي كبير، ما تبقى تنديرو صغير. دونك غادي ندير ما تبقى صغير، A W Z I. جو مابيل فالات فوزي. فوالا، دونك سي كوم سا. بالنسبه للناس اللي عندهم الاسم مركب بحال دابا مثلا فاطمه الزهراء، فاطمه زهراء غتكتبها كومسا،
خصها دير فاطمة اف الاول الحرف الاول اف كبير وما تبقى صغير، تكمل فاطمة وتمشي لزهرة، زهرة غدير زاد كبيرة وتكمل الاخرين صغار، يعني داك اهرة داك ا اش اغ ا فوالا. دونك كوم سا دابا الا جينا نشوفوها نقراوها كوم سا يعني مكتوبة جو مابيل فلات فوزي راه باينة، واخا يكون هو جابوني غيقرا لا فراز ديالي غيفهم ان هذا سي لو نو وهذا سي لو برينو. علاش كتهضر مع الناس اللي كيمشيو دوزو ستاجات ويمشيو يخدموا، راه في السي في ديالك في لا دوموند وكذا، راه هادشي اللي خصك دير، غتكتب ليه كنيتك وسميتك. حيت علاش دابا داك لو سي في ديالك ولا لا دوموند اللي انت باغي تدفع باش تمشي دوز بها ان ستاج ولا تمشي تقلب على راسك على خدمه لا تخد موتيفاسيون جو نسي با، راه لو سي في اولا ديك لا دوموند راه هي المراه ديال وجهك، راه هي داكشي كيشوف هو تيشوفو داكشي كاش بغيتي تقولك ما عيطولياش، راه ربما انت كاتب ليه مغيب او اكسون او انت راجل وكاتب متزوجه ما يمكنش. دونك خاصك دير شي حاجه اللي هي تتماشى معاك انت واللي تعبر على بحال اللي كنقولو حنا المقام ديالك. دونك انت خاصك في الوراق ضبط امورك، ما ضبط سول 16 فوالا ما يزربش الانسان. بون جو مابيل فالات فوزي، غيجي واحد جابوني ولا الماني ولا روسي غيقرا غيعرف هذا سي لو نو اي سا سي لو برينو، باين لان راه هذا سي كلك شوز اللي هي معروفه عالميا، هذا كيتكتب ماجيسكول. ارانا دابا سولني واحد ياك اوغالمون قال لي مسيو سيل فو بلي كومون فو فو زابلي، هو سولني فانا نجاوبو غادي نقول ليه جو مابيل فالات فوزي، هو باش غيعرف فالات فوزي شكون فيهم السميه. بحال دابا انا في المغرب راه معروفه فوزي راه هي تكون برينو، ما كاينش واحد تيسمي راسو فالات كاسم شخصي، ولكن واحد اخر اجنبي ما عارفش هو الاسماء العربيه او كذا ما يفهمش. دونك خصو يطرح ليا سؤال اخر دابا حيت اوغالمون شنو خصو يقول لي، يقول لي شنو هي كنيتك، يعني بغى يعرف هو الكنيه باش بغى يعمر لي ان فورمولير ولا شي حاجه، يقول لي شنو هي كنيتك باش يحطها في بلاصتنا وعاد يكتب برينو ولا اولا يقول لي شنو هو الاسم ديالك الشخصي. الو خصني نحدد السؤال، اذا كيفاش نقدر نسول واحد السيد نقول له شنو هو الاسم ديالك الشخصي اولا شنو هو الاسم ديالك العائلي، ما بغيتش انا يعطوني لي هكا بجوج بيهم داكوغ. بحال دابا انت غادي يجي عندك واحد يقول لك انت مغربي وغيجي عندك مغربي تقول له كومون فو فو زابلي، غيقول لك جو مابيل محمد كريم امين، يلاه عنده محمد كريم امين، فين هو لو مو كومبوزي هنا، واش هنا ولا هنا ما عرفناش. دونك خاصك تحدد المصير ديالك. اولا يجي عندك جابوني يقول لك جو مابيل ناكاتا ليونغ، يلاه وجبد ليه سميه من الكنيه. دونك انت باغي تعمر داكشي كوم يلفو ما تقلب ليهش البلايص، خاصك تسولو سؤال اخر تقول له شنو هو لو برينون ديالك. اذا غادي نحاولو نكتبو هنا شنو هو لو برينون ديالك، الوغ تنكتبوه بحال هكا كيل اي، هذا ما هو اي هي لو فيرب اتر داكوغ، طون prénom. Quel est ton prénom? لاحظوا معايا هاد كيل كي داير هاد كيل فاعل وحده في الاخر حيت مره اربعه، كاينه كيل اللي كاينه بحال هكا وكاينه كيل اللي دايره بحال هكا وعاد كاينه الثالثه اللي هي هادي زائد اس وكاينه الرابعه اللي هي هادي زائد اس. يعني الاولى اللي هي كيل لما كيكون عندي الاسم اللي كندوي عليه انا في السؤال تيكون مفرد مذكر ماسكولين سينغولير، ولما تنزيد اس ديال الجمع يعني ماسكولين بلوريال يعني الجمع المذكر. اولا لما كتكون عندي كيل هكا بلا اس كتكون ديال مفرد مؤنث يعني فيمينان سينغولير، وملي كنزيد على اس كتولي ديال جمع المؤنث يعني فيمينان بلوريال. دابا انا فين هو الاسم يعني لو نو الاسم اللي عندي انا هنا في هاد لا كيسيون هو هذا، عندي برينو معها طون لان اسمك الوغ طون برينو. دابا هاد طون برينو راه لو برينو تنقولو لو سي مذكر ماشي لا برينو لو برينو. اذا لو برينو هذا سي ان نو ماسكولين سينغولير مفرد مذكر. علاه درت انا كيل بحال هكا، درت الاولانيه اللي فيها غير ال، كون كانت عندي شي حاجه مؤنثه غادي ندير هادي كاين اللي فيها الاو وصافي داكوغ.
etc. المهم هادشي غنشوفوه حيت مازال غنطرحو دوطخ كيسيون وغادي تلاحظوها اكثر. انا سولتو دابا قلت ليه كيلي طون برينو، اش غايقول لي هو؟ خصو يجاوبني. اذا شنو غايدير؟ غايحاول انه يحذف الامور اللي عندها علاقه بالسؤال، غايحذف هذه ما غايجاوبش بها، وغايحذف لو بوين دانتيروغاسيون ما غايجاوبش به. شنو غايدير؟ غايشد هاد طون برينو وغايحطها ليا هنا، هاد طون غتولي مون، دونك سؤال غيولي جواب مون، لان اسمك دابا يقول اسمي، داكوغ؟ مون برينو. هادو غنهضروا عليهم لي زادجيكتيف بوسيسيف، كيتسماو بحال كنقولوا ادوات الملكيه، كنبقاو نقول هادي ديالي، هذاك هذيك ديالك، هذيك الاخرى ديالو، ايتترا. بون مون برينو، وغنحط لو فيرب اتر اللي هو اي، وغنحط لو برينو ديالي مون برينو اي فوزي. غتقدروا تكتبوا لا ميم كيسيون لا ميم ريبونس، غتقولوا كيلي طون، غير هو عوض بخي حيدوها نغطيح في لو نون، كيلي طون نون. وهنايا ما غاتكديرش بخي، غاتقول مون نون اي، وتحط لو نون ديالك هنايا اللي تنكتبوه كله ماجيسكول. داكوغ، دونك جو كخوا راه الامور واضحة. فوالا سي سامبل. حاجة أخرى، هنا قلنا كيلي طون نون يعني ما هو اسمك، يعني ما كاينش داك، ما كايناش ديك لا بوليتيس الاحترام أو كذا، يعني عادي تنقولو طون. دابا الا بغيت نهضر مع شي واحد ونحترمو، نقول ليه مثلا ما هو اسمك، يعني سيدي او لا، ما نقولش لي طون، نقول ليه كيلي فوتر، فوتر. فوالا كيلي فوتر برينو، كيلي فوتر نو. فوالا دونك هاد القضيه ديال طون اي فوتر تنقدروا نلقاو حتى باغمي يعني لي زيتيديون اي لي بروفيسور، كتلقى الاستاذ تيقول للطالب فوتر او لا فو، او يعني مع تهضر على الجامعه تقول فو في او اس. علاش؟ باش تيبغي يعبر تاو على الاحترام، يعني انا كنحترم هذاك ليتيديون، ولكن تتلقى اكسبسيونيلمون بارفوا انه كيلكو بروف تيستعملوا طون مع ليتيديون، ماشي حيت ما تيحترموش، لا غير تيكون بحال دابا تيبغي يبين له انه راه اون كاسي لا داك لا ديستونس، يعني دابا انت ما يعني ما بيناتناش داك الحواجز والاحترام، يعني كنهضر معاك يعني فوالا، كنهضر مع انسان فوالا رشيد، بحال كيبغي يهز بيك تيهضر معاك بالطون، ماشي كيطيح منك، ما تاخذوش بالعكس. بون نرجعو دابا، غادي نمشيو دابا نشوفو اج اللي هي العمر، لما كنبغيو نسولو على العمر ديال لا بيرسون. اذا غنكتبو اج، كنديرو لها بحال هكا ا، وعندها اكسون سيركونفليكس جي او. دابا انا بغيت نسول شي واحد نقول له شنو هو، ما هو عمرك، يعني شحال عندك من عام، كم لك من سنه، تنقول ليه كيل اج tu. دابا غادي تلاحظوا واحد القضيه، هي انه كتبت هنا كيل اج tu، درت واحد تيري هنايا، ويلي هاد التيري منين جات؟ سهله، غنعاود نطرح نفس السؤال، وانما غنكتبو بواحد الشكل اخر، يعني بنفس المكونات، غير غنبدل البلايص. غادي نشد هاد اتو غنكتبها هنا مثلا tu as quel âge. هي غير مساله ديال كل واحد تيحاول يختار النطق اللي غيجي زوين. tu as quel âge، quel âge as-tu، d'accord، دونك عادي tu ماشي مشكل، دونك quel âge as-tu، tu as quel âge. اذا شنو وقع هو انه في لا كيستيون كتكون عندنا ديك القضيه ديال لانفيرسيون، يعني ديال دو فيرب افيك لو سوجي، افيك لو برونون سوجي، يعني كنبدلو كنديروا لواحد ليشونج ديال لي بلاس، يعني فوالا بوزيسيون بلاس، بوزيسيون هي لا بوزيسيون الاصليه، ملي كتبدل كتولي اون بلاس، المهم شي كيدخل في امور اخرى. الوغ هنا tu as quel âge، الا بدلت tu مع ا البلايص، داكوغ، سافا دير tu a trouvé une autre place، يعني درنا واحد لانفيرسيون، خصنا نديرو بيناتهم ان تيغي، داكوغ. دونك هنايا الا لاحظتوا هاد تويا ولات اتو هنا،
داكوغ على درنا تيغي و الا ما كناش غنبدلو البلايص نخليو تو ونديرو اس راه غادي تبقى بلا تيغي بحال هكا تويا دونك نتوما عندكم سؤال طرحو اما كيلا جاتو كيلا جا حيت هادي ما تنطقش ما نقولش كيلا ج كيلا جو نو كيلا ج ا كيلا جا تو اولا تويا كيلا ج تويا كيلا ج بيان غادي نقولو كيلا جاتو غادي نديرو مع فو لما كنبغيو نهضر مع شي واحد زعما نحترموه دونك هنا ا غتولي افي او تو غتولي فو كيل اج افي فو كيل اج افي فو شمن فيرب صرفت انا هنا فهاد افي وهنا فهاد ا سي لو فيرب افوار جي تو يا الى نو زافون فو زافي ايلز اون تيان نشوفو ابري ان شاء الله اي لا ميم شوز هنا عندنا تو يا كيل اج غادي تولي فو زافي Quel âge? Vous avez quel âge? D'accord? Voilà. Donc, il faut la conjugaison qui fait. Mais, normalement, la communication, c'est ça. Quel âge as-tu? Ou là, quel âge avez-vous? D'accord? D'abord, je vais vous dire. La réponse, c'est un un des deux types de réponses. Un des j'ai. وكنحط العدد شحال عندي مثلا شي واحد عنده باغ اكزومبل 18 عام غيقول جي 18 طون كنكتبو بحال هكا كنحطو رقم 10 10 تيغي ديال 6 8 وكنديرو اون او لا تنقولو جو سوي اجي de 18 ans, 19 ans, 20, etc. 19, c'est de là, ans. Ma an, 9, quand tu l'as dit, 19 ans, mais c'est 19 ans, non. Alors, je suis âgé, il y a un accent. Pourquoi? Il y a un accent qui dit, il y a un accent, il y a un accent qui dit, je suis âgé de, quand tu l'as dit. إلا كانت البنت غادي تزيد او البنت كتكتبها ولكن راه النطق بحال بحال اجي اجي جو سوي اجي جو سوي اجي ضروري تزيد الاو ديال المؤنث إلا كانت البنت اللي كاتبه هاد الجمله جو سوي اجي دو 19 ans اذا فوالا كوم سا كنقدروا نهضروا على لاج نسولو اي او ميم طون نجاوبو دابا غادي نشوفو لما تنهضروا على لوريجين شنا هو لوريجين هو الاصل يعني انت اصلك منين جيتي زعما لهاد الحياه